الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة الأرض الواقعة في الرفاع الشرقي الحجيات مجمع 939 لغرض إنشاء مشروع إسكاني عليها. هذا المقترح معالي الرئيس تقدمت فيه في تاريخ 15/7/2019 وتم النظر فيه في مجلسكم الموقر بتاريخ 31/12/2019 وتمت الموافقة عليه من قبل مجلسكم الموقر، والآن تأتي يعني الموافقة من الحكومة، وهذه بشارة خير يعني أزفها للدائرة الرابعة. ترى هذا المشروع النور قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن تتكرر ما تكرر في السابق مشروع الحجيات لما اقترحته في مجلس 2010، والآن تسكن فيه أكثر من 300 عائلة بحرينية تنعم في الأمن والاستقرار في بلدها. وهذه البشارة معالي الرئيس أمانة تأتينا بعد حوالي شهرين من البشارة الأولى اللي بشرنا فيها سعادة وزير الإسكان أن هناك مخطط إسكاني كذلك في الدائرة الرابعة في هورة سند في حوالي 400 وحدة سكنية موجودة، وبإذن الله راح نتابع التنفيذ ونتابع الأمور وكل نواصل كل الجهود من أجل أن ينعم المواطن البحريني باستقرار في بيته، ومثل ما نقول بيت العمر.